دكتور ميلاد ممتاز الباحث في العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم. يعني العلاقات المصرية الفرنسية تنبئنا ولو حتى على مستوى التحليل والتوقع، يعني بانه ايه اللي ممكن يحصل في هذه القمة، وكيف تستفيد مصر من إعادة هيكلة النظام التمويلي العالمي باختلالاته الكثيرة حاليا؟ خلينا في البداية نشير المسمى أو العنوان الرئيسي للقمة اللي بيطلق عليه من أجل ميثاق مالي وعالمي جديد، وهو بيشير بشكل جلي للغاية أن احنا بنسعى لإعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام، والنظر في السلبيات الموجودة في النظام العالمي اللي موجود حاليا. نقطة مهمة أخرى في هذا السياق، وهو أن مصر من الدول النامية اللي بتعاني من تبعات الأزمات المتوالية للثلاث سنين الماضية في هذا السياق، إذا كنا بنتكلم في جائحة كورونا، تمام، إذا كنا بنتكلم في سلاسل الإمداد، إذا كنا بنتكلم في الأزمة الأوكرانية. النظام العالمي الموجود حاليا له من السلبيات الكثيرة التي لم تساهم في مساندة الدول النامية في التغلب على التحديات اللي موجودة في الثلاث سنوات الماضية. وهذا بيضيف زخم واضح جدا للقمة اللي بتقام في باريس وافتتحت اليوم، وبيشارك فيها السيد الرئيس السيسي في هذه القمة. احنا في احتياج شديد جدا للنظر لنظام مالي جديد، وهو من الأهداف أو الهدف الرئيسي اللي موجود في هذه القمة. وهذا معناه أن النظام القائم العالمي حاليا، هذا النظام الاقتصادي غير فعال، وهو ما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة النهاردة في كلمته اللي ألقاها، قال أن هذا النظام العالمي نظام غير عادل، وهي كلمة في غاية الصعوبة من الرجل الأول في المنظمة الأممية، وهو يشير بشكل واضح جدا أن هذا النظام غير فعال، وبمعنى آخر أن هذا النظام في احتياج إلى إصلاحات جذرية وقوية للغاية. وأنا شايف أن التوقيت اللي موجودة في هذه القمة توقيت في غاية الأهمية حضرتك. لماذا؟ لأن طبعا في زخم واضح في اتجاه العديد من الدول اللي بترغب في الانضمام إلى تحالف البريكس. فالاعتقاد الواضح حاليا هو أن هذه القمة بتذهب في اتجاه أن هو استجابة أو محاولة من الدول الغربية انها تستقطب هذه الدول الناميه وتحاول معالجه السلبيات الموجوده في النظام العالمي الحالي لمحاوله التغلب على هذه السلبيات واستقطاب هذه الدول مره اخرى. طب اسمح لي يا دكتور، يعني ايه اوجه الخلل الرئيسيه في راي حضرتك؟ هل يعني ما حدش يقدر يجبر دوله على الاستثمار في دوله تانية، او تقديم معونات او قروض او مؤسسة حتى دولية ان هي تعين شعب على ما به؟ كل دولة وكل مؤسسة لها مصالحها ولا اعتباراتها. يعني ما هي اهم الاختلالات في رأي حضرتك، وكيف يمكن علاجها؟ خليني حضرتك اشير للعبارة الاخيرة اللي ذكرها السيد الرئيس في الجلسة الحوارية اللي كان موجود فيها النهاردة. قال بشكل واضح نريد من الدول المتقدمة أنها تدرك وتستوعب مدى التحديات اللي احنا بنواجهها، وخاصة فيما يتعلق بالدول المقرضة للأموال. بمعنى آخر وبشكل واضح وجلي جدا، لو بنشير لصندوق النقد الدولي والشروط الذي يضعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالقروض اللي بيمنحها للدول النامية والناشئة، تمام، في بعض الشروط التعجيزية. أيوة. في ظل هذه الظروف اللي بنعاني فيها حاليا. مزبوط. وده شكل واضح جدا، وهو اللي أشار ليه برضو السيد الرئيس من بضعة أيام في مؤتمر مع الشباب، وقالها. أيوة. بشكل واضح إن لو الأمور تعادت الوضع مثلا في عملية التعويم مرة أخرى لن نسمح بذلك، لأن ده هيجي بشكل سلبي جدا على المواطن المصري. أيوة. ففي المنظمات العالمية زي صندوق النقد الدولي لها شروطها، تمام، وهذه الشروط اقتصادية بحتة تماما ولا تضع في الاعتبار مقتضيات ومقدرات الدول، وهذا يعني شيء صعب للغاية ولابد من إعادة النظر فيه بشكل واضح جدا. وهذه أحد العيوب القوية جدا في النظام العالمي والمؤسسات المالية العالمية للأسف شديد جدا، ولابد من إعادة النظر فيها. أنا بشكرك جدا دكتور ميلاد ممتاز الباحث في العلاقات الدولية، حط إيدينا على نقطة شديدة الأهمية. كلنا عمالين نسمع اختلالات في النظام المالي العالمي، اختلالات لابد من ميثاق مالي جديد، تمويل أكثر عدلا. طب تمويل، هل منح؟
هل استثمارات، هل مصانع، هل شراكات اقتصادية، هل زي ما قال دكتور ميلاد شروط أقل تعجيز من صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية. على فكرة احنا لما بنقول المؤسسات المانحة مش بنقصد ان حد بيشحتنا، المؤسسات المانحة دي مصر من أوائل الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، ومن حقها بل من واجبها انها تستفيد من هذه العضوية، بس بشروطها بنسختها زي ما كان بيقول معالي النائب محمود القط امبارح، احنا عايزين الأحزاب تبتدي تبلور التجربة الديمقراطية المصرية المختلفة عن الديمقراطية العالمية. أيوة احنا كمان لينا تجربة اقتصادية مختلفة لأن ظروفنا مختلفة وجايين من ميراث مختلف، وتأثير اللحظة الحالية علينا كاقتصاد ناشئ ونامي برضو تأثير مختلف.